بسم الله، السلام عليكم. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ بسم الله، توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله، توكلت على الله. اليوم غنصوب لكم الطون. كنخص نجيبو التومة والكمون والملحة وورقة سيدنا موسى والهريسة وكاس الماء كاس الزيت. ودابا غندوزو كيفاش غادي نقيو. نشدو السردين، تنحيدو ليه الشي ديالو، تنحلوه بحال هكا بصبعاني، تنحيد ليه السنسول، تندير ليه بحال هكا. نحيد ليه هاد الشوك ديالو، تنقيه مزيان، تبقى عندنا على الهبيرة. هاهو نعاود نغسلو ثاني. هاهو ميبقى فيه حتى شي حاجة ديال الشوك، وصدقوني كيجي بنين، كيجي زوين، المذاق ديالو هائل. تعمري بيه خبيزات، تعمري بيه، تحطي الوليدات بحال هكاك مع الزيتون مع هذا، كيجي زوين بزاف بزاف. هانتوما هانتوما كيفاش كندير ليه، ما كنخليش فيه الشوك نهائيا. ونعاود نغسلو ونقيه مزيان، ونرميه في الكوكوط ديالي مع التوابل ديالي. هانتوما الحوت يكون جديد، تعدو الوليدات تيخاف عليهم ما يجيبش لهم شي حاجه. هذا هو تنقيو مزيان، نحيدو له داك الشوك ديالو الرقيق، نحيدو ليه بحال هكا. ساهل وزوين جديد بزاف. لا انا خوتي غسلتو، غسلتو، ها هو تسقطر مزيان، ها هو غنلوحو في الكوكوط. ها هو غندير معاه طرف ديال الحامض، نسيتو قبيله ما وريتوش ليكم. انا كنخدم بيديا بزاف. ديال الحامض كندير ورقة سيدنا موسى، كندير معلقة ديال الكمون، كندير شوية الملح على حسب اللي كيبغي يملح شوية اللي بغي. كندير الهريسة، نعز عليا الهريسة، كندير الهريسة بزاف. ثوما كنقطعها طريفات صغيورين، ثوما كنقطعها بحال هكا. كنقطع الثوما صغير طريفات رقيقين. هاهوما شي ستة بيتات بحال هكا، شي ستة. هاهوما كندير كاس ديال الماء، كندير ديال كاس الزيت. ها هو شتو، ها تنحرك تقريبا ما كاملش نص ساعه كيوجد طون طون. ها هو مزيان، نسد عليه الكوكو،
نسد عليه ما كملش تقريبا شي نص ساعه تيوجد تيطيب مخير مزيان صافي. السلام عليكم. ها هو طاب الطون تبارك الله ما شاء الله عليه ريحته زوينه بزاف. واللي سد كير قبيله راني نسيت ما قلتش لكم الزيت راه زيت العود زيت البلديه باش طيبته راه كيجي ريحته زوينه وكيجي مزيان الطون كيجي زوين وبالصحه والراحه بالصحه والراحه. والسلام عليكم.